مشاهدينا لهذه التغطية الخاصة التي تأتيكم من العاصمة التونسية للحديث عن مجريات الحوار وجلسة الحوار التي حدثت اليوم. وللحديث حول هذا الموضوع معنا هنا في هذه التغطية سيد عبد المنعم الفقيه وهو عضو مقاطع في مجلس النواب، وسيد عصام الزبير الكاتب الصحفي، وسيد سيهان سرقيوة عضو مجلس النواب. مرحبا بضيوف جميعا. اهلا وسهلا بك سيد عبد المنعم، اهلا وسهلا بك في هذه التغطية. اليوم ربما تم استعراض تقرير من قبل لجنة التواصل التي كلفتها لجنة الحوار للتواصل مع مجلس النواب، جاء بالكثير من التفاصيل، تتحدث عن وزارة الدفاع، تتحدث عن عودة القطراني إلى المجلس الرئاسي، وهناك أطراف سياسية تتحدث بأن هذا تعديل في الاتفاق السياسي وأنه عودة خطوة إلى الوراء. كيف تعلقون على ذلك؟ وهل لك أن حدثنا عن تفاصيل من الذي جرى بأكثر؟ السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة الأمر أن الطرح الذي تم مناقشته اليوم هو فيما يتعلق بلجنة اللجنة المكلفة من قبل فريق الحوار أو الحوار السياسي للتواصل مع بعض مكونات مجلس النواب، وخاصة الذين لديهم ملاحظات أو معارضين لمخرجات هذا الاتفاق أو معرقلين بتمرير هذا الاتفاق. اللجنة التي شكلت كانت من 5 أشخاص، ذهبت إلى طبرق والتقت بعدة أطياف، وكان هنالك لقاء آخر في مدينة القبة، المستشار السيد عقيل صالح رئيس المجلس. الذي تم طرحه اليوم هو عبارة عن خلاصة للقاءات التي تمت هناك، طبعا هو عبارة عن نقل لوجهات نظر أشخاص أو أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالمخاوف التي تعتريهم، وكذلك وجهة نظر السيد علي القطراني المقاطع للمجلس الرئاسي. فهي عبارة عن عرض للتصورات أو الرؤى التي يحملونها، وليست توصيات بالمعنى الحقيقي. هي عبارة عن سرد لما تم التوصل إليه في هذه اللقاءات، هذا فيما يتعلق بلجنة الحوار. طبعا على فكرة هنالك تقرير من صفحتين تقريبا تم تداوله بشكل واسع في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو في واقع الأمر عبارة عن ملخص كما أسلفت لوجهات نظر بعض النواب، وليس له علاقة بوجهة نظر اللجنة التي ذهبت إلى للتواصل معهم، أو ليس لها وليست حتى يمكن أن تدخل في باب التوصيات أو الأشياء التي يمكن أن تنزل مجلسة. يعني أنا لدي هذه الوثيقة أو هذا التقرير الذي قلت أنه سرد، يقول بأن هناك إسناد وزارة الدفاع متنازع عليه للسيد فايز سراج صحفي رئيس المجلس، تقترح أيضا تعديل تسمية حقيبة الدفاع مؤقتا لحين إيجاد حل يرضي كافة الأطراف، ويقول السيد علي القطراني تسمية شخصية مدنية تولي حقيبة الدفاع، أي أن ربما هناك حتى تدخل في مسألة تشكيل الحكومة قد تساهم هذه الخطوة بما حتى تقع للحكومة. كيف استقبلتم ذلك بلجنة الحوار وكيف كانت ردود الفعل؟ هو الأمانة كما أسلفت سابقا هو عبارة عن هذه وجهة نظر السيد علي القطراني عندما تم التواصل معه مع بعض فريق الحوار. فريق الحوار كان مكون أو لجنة التواصل كانت مكونة من 5 أشخاص، كنت أحد أعضاء هذه اللجنة، ولكن لأسباب معينة تتعلق بعملية السفر تأخرت مدة يومين. فالدكتور بلقاس مقزيط ومعه الأستاذ جمعة كوسة والأستاذ سالم ماضي هم من تواصل مع السيد علي القطراني وأطراف أخرى، والذي تم نقله عبارة عن سرد لوجهة نظر السيد علي القطراني وليست وجهة نظر لجنة التواصل المكلفة من قبل الحوار السياسي. أستاذ سيهان، أهلا وسهلا بك في الفضاء. يعني ما طرحته التواصل على لسان ربما عقيلة صالح وبقية الأعضاء السيد القطراني تعتبره بعض الأطراف وكأنه تعديل للاتفاق وكأنه عودة خطوة للوراء وكأنه فرض على التشكيلة الحكومية لكي تنال الثقة من قبل مجلس النواب. كيف ترى من ذلك وما رأيك في هذه القضية؟ والله أنا ما انظرهاش من ناحية هذه، هو يعني إذا كان فيه الأمور ما كانش فيها فرق واضح
الاتفاق السياسي ومجرد انها اراء بخصوص وزاره الدفاع وبخصوص الوزارات، انا لا انظر لها انها مشكله، بل بالعكس انها تساعد على حل المشكله وتساعد على انك يعني تجلب المنطقه الشرقيه بالكامل للاتفاق السياسي. وتنهينا يعني حل وتم حل الانقسام في مجلس النواب، لان يعني في مجموعه رافضه يعني، والسبب هي بخصوص الماده الثامنه، فضروري معالجه الماده الثامنه. الشخصية اللي طبعا السيد علي القطراني هو أصلا يعني مختار البرلمان أو مختار الطرف العسكري في المنطقة الشرقية ليمثلهم، فضروري أن يكون له رأي يعني في هذا التمثيل يعني. رأي لازم يتخذ، لازم يحترم، ويحاول أن نوصل الاتفاق ليس بالقوة يعني. أنا كمجلس رئاسي المشكلة هي بدأت من المجلس الرئاسي، أن يحاول أن يجيب شخصية متفق عليها الطرفين بحيث تمشي العملية السياسية وتنال الحكومة ثقة يعني. أي حكومة في العالم ضروري من مناقشتها في البرلمان، البرلمان عادة برلمانات العالم مكونة من أحزاب، للأسف إحنا ما عندناش أحزاب، إحنا عندنا كتل جهوية ومناطقية، فضروري من مناقشة هذه الأمور. نحن يعني اقترحنا حتى على المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي في لقاء في طرابلس فيهم، لأنهم يعني يأخذوا رأي الدوائر يعني كدوائر منتخبة، كنواب الدوائر المنتخبة، وضروري من أخذ رأي. طيب، وربما أنتم أعضاء يعني منهم أنت أستاذة سيدي وأعضاء تحضرون، نراكم موجودين في الاجتماع للحوار لأول مرة وممثلين مجلس النواب في هذا الاجتماع، ما الذي تحملونه للتفاوض حول خلال هذه الجلسة؟ يعني ما الذي تغير في وضع مجلس النواب؟ ما الذي يريده التحديث من هذه المفاوضات؟ هل هي مسألة وزارة الدفاع فحسب أم هناك بعض القضايا الأخرى العامة؟ لا، نحن يعني موجودين يعني كداعمين يعني لأطراف الطوار، في نفس الوقت نحن نشجع، وطبعا تعرفني هنا من المنطقة الشرقية، لا المنطقة الشرقية، وفي النهاية ضروري ما بنرجع للشرق يعني، مش معقولة أن يكون عملية الانتصار بهذه الطريقة. أنا يهمني دخول المنطقة الشرقية بالكامل في الاتفاق السياسي، فيهمني تقريب وجهات النظر يعني، أنا كطرف نسعى إلى تقريب وجهات النظر من الطرفين يعني، سواء كان أغلب التواصل في هذه الفترة يعني على مدى شهر، وكان مع النواب الرافضين للحوار السياسي، ففيه من متعنت رافض الحوار السياسي إطلاقا، وفيه من لديه يعني بعض النقاط، النقاط تتعلق بالتمثيل أو نقاط تتعلق بالمادة الثانية. دورنا هو تقريب وجهات النظر يعني، في كثير من الناس يفهمون أن احنا جايين قسم في الوزارات أو كذا أو أسماء، لا، ليس له الأمر، ليس له علاقة بذلك، وإنما هي تقريب وجهات النظر. يعني أنتم تريدون تعديل شكل المادة الثامنة أو إلغاءها، ومسألة اللي هي وزارة الدفاع ولأن المنطقة الشرقية يمثل هكذا. طيب، أنقل الآن هذه الصورة للسيد عصام الزبير وهو كاتب سياسي، أهلا وسهلا بك في هذا المجلس. يعني ربما أعضاء من النواب يطالبون بأن يكون هناك توازن في الاتفاق عبر إلغاء المادة الثامنة أو تعديلها، ويعين القطراني أيضا وزير الدفاع بشكل، ويختار شخصية مدنية لتكون وزارة الدفاع لتقريب وجهة النظر ما بين الأطراف. هناك طرف رافض في الشرق والعملية أصبحت في حالة جمود، يعني ما كيف تقرأ كل ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. حقيقة نحن كلنا نتمنى أن يتم حتى التشكيل الحكومي دون أي ضغط ودون أي تأثير من أي طرف كان، لأن يعني التشكيل الحكومي لابد أن يكون عليه اتفاق من أعضاء المجلس في آسيا، هذا حقيقة الأمر لا يجب أن يكون هكذا بهذه الصورة. ولكن عندما يتم ترضية أحد الأطراف سيتم الأطراف الأخرى أن تأخذ بعد ذلك نفس الموقف ونفس الاتجاه، ونسير في نفس المعاناة التي نسير عليها الآن، وما أنتجتنا من وضعية صعبة كما يحدث الآن من حرس المنشآت النفطية ووقف النفط ومطالبات بأشكال، ستبقى كل العملية تقف نتيجة مطالبات لأطراف ولمصالح معينة لأي طرف كان، سواء كان لجهة معينة أو جهة حزبية أو تيار سياسي. ولذلك كان يفترض على المجلس الرئاسي أن يوضح المسار الذي يريد أن يشكل به الحكومة، ما هي هذه الحكومة،
لماذا لم يوضحوا الأمر حتى للشعب الليبي؟ هل هي حكومة أزمة؟ هل هي حكومة تتكون من كم عدد من الوزراء؟ ما هي الأداة والآليات التي ستسير عليها هذه الحكومة؟ وهذا كان يجب أن ينبثق عن مجلس النواب الجلسة الأخيرة للتوضيح الأمر. بذلك يتم التشكيل، يتم التشكيل بعد ذلك عرضها على مجلس النواب ليمنح الثقة. اليوم سمعنا كلام غريب وسمعنا اتجاهات غريبة ورجوع بعض الأعضاء الذين علقوا عضويتهم واتجاه بعض إلى فرض بعض الآراء ولمسار اتجاه معين لكل يبحث عن حقيقة، بعض يبحث عن مناطقية وبعض يبحث عن جهوية، لا وجود للمساس لما يعانيه المواطن. حتى كان يفترض أن يتم الضغط على المجلس الرئاسي لابد بتقوية عمله وإرادته لحل حالة المشاكل التي يعاني بها الليبيون. الليبيون وصلوا لدرجة أنهم الآن بدأوا يعون وبدأوا يتحدثون حقيقة عن مشاكل التي هي أصبحت جسيمة جدا. من سيخرج الليبيون من أزمة السيولة؟ من سيخرج الليبيون من أزمة الغلاء؟ ماذا يعاني المواطن الليبي الآن من وضع اقتصادي ومالي ضعيف جدا أصبح يعانيه؟ الآن سيدخل إلى عيد الأضحى المبارك وبعد ذلك سيدخل إلى المدارس وهو يعي جيدا وبدأ يتحدثون أن السياسيين طبقة أصبحت فوق من وضعية المواطن الليبي، أصبحت كأن السياسيين الآن طبقة لأنهم لا يحتكون ولا يلامسون واقع الشعب وما يعانيه. أصبحت عملية فرض الأشياء بمدعاة معاناة الشعب. هذه ستقودنا بعد ذلك إلى موضع صعب جدا، سينفجر الوضع بعد أيام وسنعود لنفس الاتجاهات الذي وضعنا إليه. ألم يكن الوضع قبل دخول المجلس الرئاسي أفضل مما كان عليه؟ أصبحنا نتجه إلى أوضاع أصعب مما مرينا عليها برغم أننا كنا نتوق بعد ثورة 17 فبراير أن نعيش وضع أفضل، ولكن لم يحدث هذا. ولذلك أتمنى ألا يتم الضغط بأي حكومة. إذا ضغطوا هم بوزارة الدفاع سيضغط بعد ذلك جهة ما بوزارة الخارجية وسيضغط بوزارة المالية وتصبح الضغوطات تتوالى وبعد ذلك لن يحدث تشكيل حكومة. طيب سيد عبد المنعم، سيد عبد المنعم يعني ربما مثلا تعديل المادة الثانية أو المساس الاتفاق بأي شكل من الأشكال، عادة من نستمع إلى الأطراف السياسية والمبعوث الدولي مارتن كوبلر يقول بأنه لا مساس الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لن يتم تعديل أي بند. اليوم مجموعة من أعضاء الحوار خارجه قالوا بأنه لن يتم يعني المساس الاتفاق السياسي وأن مجلس النواب هو دوره شكلي في مسألة منح تقارير الحكومة. هل تتوقع أنه ربما مسألة التفاوض على المادة الثامنة لإرضاء مجلس النواب قد تساهم في حل الأزمة أو لها نصيب يمكن أن تحدث؟ طبعا مسألة الاتفاق السياسي واضح جدا. بعد اعتماد أو الاتفاق أو الوصول إلى شكل النهائي الذي تم الوصول إليه واعتماده في 17 من ديسمبر السنة الماضية، أصبح مسألة تعديل الاتفاق أو فتحه أو الخوض في أي تفاصيل أمر ليس له علاقة بلجنة الحوار. الأمر هذا متروك للجسمين اللذين هما نتاج هذا الاتفاق والمقصود به مجلس الدولة ومجلس النواب. إذن أي اتفاق أي تعديل أو أي إجراء يجب أن يكون لاحق وليس في الوقت الحالي. الآن الموضوع يتجه إلى بحث السبل الكفيلة بحلحلة الوضع القائم. نحن نعرف أن الإشكالية الآن تقع عمليا بين جسمين، المجلس الرئاسي والأداء الضعيف الباهت الذي لا يختلف عليه اثنان، وكذلك جزء من الأزمة حقيقة يتحملها مجلس النواب بسبب ربما بشكل متعمد عملية وضع العصا في الدواليب بحيث لا يمكن التحرك للأمام، عدم منح الثقة، المماطلة في إجراء التعديل الدستوري. نحن نعرف أن من بداية السنة إلى حد الآن تم عقد 3 جلسات فقط من مجلس النواب، وهذا أمر ربما يكون مقبول في دولة تكون مستقرة، ولكن في دولة مثل ليبيا تعاني الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية، الأمر غير مقبول تماما أن يكون مجلس النواب يتصرف وكأن الوضع لا يعنيه. مجلس النواب يجب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يتحمل الدور المناط به في هذه المرحلة.
لمجلس الرئاسي كذلك. غدا ستكون هنالك جلسة للاستماع من مجلس الرئاسة الخطوات التي قام بها، وكذلك عرض لبعض النقاط التي تم الاتفاق معه خلال الجلسة الماضية فيما يتعلق مسألة السيولة والخادمات وما إليها. ولكن يجب التنبيه إلى أن لجنة الحوار لا دور لها، بمعنى أن لها دور رقابي أو مساءلة أو كذا، لأن هذا أمر ليس من اختصاص لجنة الحوار، وإنما من اختصاص الجهة التشريعية. أذهب لها الأستاذ سهام. ربما إذا ما عدنا إلى تقرير اللجنة، وهو ربما محور الأهم الذي حدث اليوم، هناك نقطة تحدثت بأن عدد من أعضاء مجلس النواب أبدوا انزعاجها من رفض السيد مارتن كوبلر تمكين لجنة الحوار أو ممثلة للبرلمان تكون من 13 عضوا. يعني انزعاج من عدم السماح لكوبلر بأن يكون هؤلاء الأعضاء هم ممثلين لمجلس النواب، أليست ربما هذه إشارة بأن الذين وقعوا من مجلس النواب على الاتفاق وكأن المعلومية ترفض أي تعديل للاتفاق، ولا المادة الثامنة لم يتم تعديلها ولم يتم إلغائها، وعلى الجميع أن يتنازل؟ لا، هي ليست بهذه الطريقة. يعني أول شيء، يعني الاتفاق السياسي ينبثق منه ثلاثة أجسام، هو المجلس الرئاسي، مجلس النواب، ومجلس الدولة. مجلس النواب مهمته تشريعية بحتة، هو الذي يعطي الثقة للحكومة. بدون إعطاء ثقة للحكومة لم تستمر الحكومة، يعني بالدليل أنه أسقط مجلس النواب الحكومة. فمجلس النواب يعني أن التقليل من قيمته غير مهم. فيما يخص فعلا التعديلات الأساسية، أنا أتفق مع زميلي، يعني التعديلات سواء كان في المادة الثامنة أو فيما يتعلق بالقرارات أو تغيير المجلس الرئاسي، لابد أن يكون باتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة. ولكن نحن أصبحنا في وضع صعب، يعني كأن واحد يعني بيخبط في الساس، يعني ضروري من إيجاد حل. فيما يخص اللجنة، لجنة الحوار، هذه اللجنة يعني كان في فعلا رغبة في تغيير لجنة الحوار، والكل يعني أغلب مجلس النواب يعني 90% منهم راغبين في تعديل اللجنة أو تغيير اللجنة. هذا كان مودة، لأن كان للأسف يعني لأن كان لجنة الحوار لا تتواصل مع النواب وما تعطيناش في معلومات أول بأول يعني. ولكن يعني كان الاقتراح أن من كل دائرة يتم اختيار شخص، فاختاروا 13 نائب. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من الاختيار هو يعرض هذه الأسماء داخل مجلس النواب ويتم اختيار 4 منهم. واستحدث كرسي أخرى للمرأة بحيث يكونوا 5-4 نواب والكرسي الرابع للسيدة أحد السيدات. هذا لم يتم يعني. فأنت يا سيد عقيلة، يعني نحن لم نختار من 13، فأنت لما تجيب 13 شخص وتنزل وأنت تختار، فهذا ليس لك الحق في الاختيار يعني. فنفضل أن نبدو على اللجنة الأولى اللي تم ترشيحها عن طريق الانتخابات، أفضل منك أنت تختار لشخصيات، لأن أنت عارف الدوائر مختلفة، وفي كل في دائرة ضد الدوائر ضد الحوار يعني كومبليتيا ومش مع الحوار، فيختاروا شخصيات ممكن تنسف لك كل شيء، يعني مجهود سنتين تنسف لك. هذا شيء نحن غير مقبول يعني، حتى بالنسبة لنا كأعضاء مجلس النواب غير مقبول. يتم الانتخاب داخل مجلس النواب، يختاروا 4 ومعهم سيدة، أوكي ممكن تستبدل لجنة الحوار. فهذا شيء يعني متفق عليه، وخصوصا في الداعمين اللي هم عددهم 101، هذه كانت يعني وجهة نظرنا بهذا الخصوص يعني. طيب سيد عصام، ربما بعض يذهب إلى التقليل من تأثير مجلس النواب ويقول بأن إذا ما استمر مجلس النواب ربما في هذا الموقف الذي لم يمنح ثقة للحكومة سيتجاوزه الزمن، وربما تستمر الحكومة كمفوضة وتعمل بدعم دولي وباعتراف دولي، ولن يتم النظر إلى مجلس النواب، خصوصا وأن هنالك مجموعة تقول بأنها أغلبية وتقول أنها تمنح ثقة لمجلس النواب. كيف تقلل؟ والله حقيقة اليوم حتى من التصريحات التي سمعناها بعضا منها غريب جدا حقيقة وعجيب. مجلس النواب تم انتخابه وتم بعد ذلك الأخذ بما تم إصداره من قرارات واعترفت به الدول العالم، وأصبح في وضعية الشرعية رغم اتفاقنا وعدم اتفاقنا. هذا حقيقة موجودة، والأمر لابد أن نبقى نضعه على الوضعية الصحيحة، أن ما يثار الآن وما سبب هذه الفوضى هو المبعوث الأممي كوبلر عبر تغريداته، الذي يوم يقول أن بيان 101 هو الذي يلزم أن يذهب به ويعتبر مجلس النواب
الحرب لا، هو الذي أربك المشهد وأدخل ليبيا في هذه المشكلة، حتى أننا اليوم سمعنا أن مجلس النواب لم ينضم إلى الاتفاقية نتيجة لعدم تعديله الإعلان الدستوري، وبذلك انتهت مدته منذ انتهاء فترة ولايته. وأنا أتساءل هنا لماذا إذا انتهت ولايته لماذا ننتظر منح الثقة للحكومة لمجلس النواب إذا انتهت ولايته؟ لذلك يجب علينا أن نضع الأمور حقيقة في مسارها الصحيح، وأن نوضح الأمور للشعب، خاصة أن الأمور الآن بدأت من السياسيين تتجه نحو التلاعب حقيقة، كل يريد حسب مصلحته، لا وجود للتوضيح. لذلك مجلس النواب عليه أن يؤكد وطنيته بعقد جلساته وبنقل هذه الجلسات العلنية وبحضوره الفعلي والأكيد حتى يحقق ما يتم وضعه من قرارات. أما اللجوء إلى هذه الوضعية فهي وضعية صعبة جدا، وليست في ليبيا حقيقة، حتى في لبنان الآن لم يتم اختيار رئيس بهذه الوضعية وبهذا الإجراء، نفس الإجراء. ولكن لا يمكن أن نبقى نقفز على الأوضاع التشريعية، لأننا قفزنا عليها الآن في بداية الأساس، سنبقى بعد ذلك نفقد أي تشريع موجود بعد ذلك حقيقة. مشاهدينا الفاصل ونواصل التغطية خاصة القمع. مشاهدينا من جديد في تغطية خاصة، نتحدث اليوم من تونس العاصمة حول جلسة الحوار السياسي الليبي التي تنعقد هنا. وأرحب مرة أخرى بضيوفي. أذهب الآن إلى السيدة سهام. مسألة طرح التعديل الدستوري وإدخال اتفاق سياسي في الإعلان الدستوري من قبل طرف مجلس النواب، ما زال مجلس النواب غير قادرا على الانعقاد بشكل سهل، وحتى ربما منح ثقة للحكومة لم يتمكن من ذلك، رغم أن هناك أغلبية تقول أننا 101 عضو ويمكننا أن نمنح ثقة، ولكن ربما تعديل الدستور يحتاج إلى 134 صوت أو 133 صوت. فبالتالي هل يمكن أن يحدث هذا التعديل الدستوري في إطار صفقة ما، في إطار شيء ما، أم يظل مجلس النواب ربما كما يقول الكثير بأنه غير منشأ وفق اتفاق سقراط؟ لا، هو مجلس النواب يعني أنشأ، يعني مجلس النواب صوت على اتفاق الاتفاق السياسي يوم 25/9، هذا كان شيء واضح. يعني زي ما حكيت يعني الزميل البدري، هو احنا لما دخلنا بالحكومة كانت حكومة، أول حكومة للمجلس الرئاسي كانت حكومة كبيرة بتكون من 30 وزارة تقريبا، 32 وزارة، كان في رفض لها. فكان الاتفاق بيننا الكتلة الداعمة والكتلة الرافضة، كان الاتفاق بيننا أن لما ندخله هيتم التصويت على الاتفاق السياسي مقابل إسقاط الحكومة اللي ما كناش راضين عليها. فهي كانت صفقة يعني وراها البرلمانات العالم، يعني كأنها كرة بفريقين واللي يغلب منهم واللي يعرف التخطيط والاستراتيجية للتخطيط يعني. فتم الاتفاق على الاتفاق السياسي يوم 25/9، صوت عليه البرلمان، أصبح البرلمان مرحلة ثانية للجيل، المرحلة الثانية للمرحلة الأولى انتهت، والمرحلة الثانية اللي هي الأولى. هو كان الاتفاق يختلف على التنظيم داخل الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أوقف طبعا جات الحكومة، الحكومة ما كانت متلبيش، وهذه فعلا حقيقة يعني الحكومة كانت صغيرة، الحكومة ما كانتش تلبي أغلب الدوائر، ركزت على مدينتين معينات، ركزت على قبائل معينة أو مناطق معينة، فأثارت كثير من الغضب حتى غضب النواب الداعمين. هذا شيء واضح. مشت الحكومة لأنها بتسهل العملية، يعني هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجنة الحوار طلبت الحكومة أنها تبدأ بدون وزراء، أصبحوا منفصلين عن النواب بتاتا، يعني في حتى الوزراء مش عارفين أي شيء حتى على الاتفاق السياسي، يقول لك والله إحنا ما نحتفوش إلا بمجلس النواب ولا بالنواب. الأمر الاقتصادي أصبح صعب، الأموال تعرف مصرف المركزي ما فيش سيولة، ما فيش أموال، ما فيش الحصار على النفط، فهذا مسبب الحصار في الزندان، والحصار كذلك كان في المنطقة الشرقية.
متأخرين النفق ولسبب الأزمة المالية. فأنت كنائب، أنا كنائب نشوف في حكومة مصغرة مركزة على عدة مناطق لا تلبي طلبات الناس، وقريب إحنا حجينا ثورة جيعة، فأنا لازم نوقف. يعني أنا صح يعني ما عطيتش نصاب لمدة 4 شهور، ولكن لا يعني هذا جاء الاختلاف بينه وبين الكتلة العلمية. يعني أفهم أنه هناك مساومة، بأنه تكون هناك حكومة مرضية للنواب مقابل تعديل الإعلام الدستوري. نعم. هل تحدث هذه المعادلة؟ تحدث نعم. يعني فهي جتنا بنحاول بس نشرح لماذا أسقطت الحكومة. فالنواب بعض النواب فعلا المؤيدين للاتفاق السياسي أعطوا نصاب، وأنت لما تعطي نصاب برغم أن احنا يعني أعطينا النصاب وكان النقاش شفته يكون على تعديل الدائحة الداخلية، ولكن السيد عقيلة أسقط الحكومة بال 61 اللي فيه بعض حتى من النواب المؤيدين اللي صوتوا على إسقاط الحكومة. نجول المرحلة الثانية، مرحلة تشكيل الحكومة المرة الثانية، فإحنا عارفين أن فيه بعض رافضين الحوار السياسي، ولحظهم ما يجوش حتى 15 شخص يعني ممكن تسقطهم، ولكن البقية يبقوا تمثيل مدن وتمثيل مناطق. فأنت لازم تنظر لهذا بغض النظر أنه يتفقوا معك أو ما يتفقوش معك، لكن لازم تلبي طلبات هذه المدن. طلبنا المجلس الرئاسي وجعلناه واضح يعني يعني ممكن حتى بكرة لما يجوا يجلسوا على مجلس الحوار أن تكون حكومة تتكون من 20 إلى 25 وزارة. هذه الحكومة يعني لما يتم تلبية المناطق تجي المرحلة الثانية تصويت مجلس النواب. تبي تجي تصوت حتكون في اتفاق، لأن احنا زي ما قلت لك هي لعبة كرة. أوكي. مر الحكومة مقابل التعديل الدستوري. أنت التصويت على الحكومة والتصويت على التعديل الدستوري. أنتوا عندكم طلبات، طلبت من وزارة البوم، خذيت الهيئات، خذيت وكالة البوم، أوكي ذاتس إت. نحن يعني معناتها حاكم على اثنين. التعديل الدستوري مع الحكومة. لنفترض أنه لم يحدث اتفاق حول الحكومة وظل التعديل الإعلام الدستوري معلقا. كيف تتوقعين أن يتجه المشهد ربما؟ هذه ترجع أولى للمجلس الرئاسي، وهذه يعني في خبرته وحنكته السياسية، وهذا قدرت على تلبية طلبات الناس وطلبات النواب وطلبات كذا. يعني هذه يرجع فيها دور المجلس الرئاسي، يرجع فيها دور لجنة الحوار، لأنك أنت عندك مرحلة يعني منطقة بالكامل منطقة شرقية رافضة، أو حتى كان هلها رغبين أو كذا، ولكن المتحكم في المنطقة في تلك المنطقة رافض هذه العملية. فأنت لازم تبقى يعمز معك طرف متحكم في الأرض ومسيطر ماذا تريد. يعني فهذا شيء لازم تشوفه. انقسام المؤسسات هذه خطير. يعني عندك مصرف مركزي اثنين، المؤسسات العسكرية منقسمة، كل شيء مؤسسة النفط منقسمة. هذا شيء يعني فعلا يعني انت حفتت البلاد. انت يعني حتى كان عندنا واحد مش عاقل لك العاقل لو خليه يحمس من البلاد شو تبين كيف بتحل المشكلة. سيد عبد المنعم، ربما تتحدث سيد السيهاب عن وجود صفقة أن تكون هناك حكومة مرضية ربما لأعضاء مجلس النواب وعقيلة صالح مقابل أن يتم تعديل الإعلام الدستوري، لكن ما بين قوسين لنفترض أن هذه المعادلة لم تحدث، خصوصا فإن ربما البعض يرى بأن الشروط التي يضعها الذين يريدون الحكومة بشكل معين هي شروط تعجيزية نظرا لأن هناك شخصية جدلية. فبالتالي ما هو السيناريو الذي تضعه أمامه لجنة الحوار أمام المستقبل السياسي في حال أنه ما زال مجلس النواب لن يعمل الإعلام الدستوري حتى يتم إرضاءه بحقائق وزارية معينة أو تشكيلة وزارية معينة، طرف آخر يقول بأن تشكيلة وزارية معينة لن تتضمن ما يريده مجلس النواب تماما، فبالتالي نستمر في مرحلة الجمود أنه تستمر هذه الحكومة المفوضة، وكلما تحدث إليها الناس حول مشاكلها تقول أنها لم تنال الثقة، الإجراءات المالية شبه مجمدة. يعني كيف سيتعامل الحوار مع ذلك؟ وهل تحدثتم عن هذه الفرضية؟ طبعا المتابع للمشهد يرى بوضوح وبجلاء دون اي تعب ان هنالك طرفا يسعى بشكل واضح للعرقلة. العرقلة ليس المقصود منها الإبقاء، وانما الهدف منها ما هو ابعد من ذلك وهو افشال الاتفاق بالكامل. طبعا جزئية البيان الذي تم التركيز عليه هو صراحة يعطي وجهة نظر محددة أو لفئة قليلة جدا. أنا تمنيت أن يكون هنالك تغطية أوسع فيما يتعلق بمخرجات لجنة التواصل، لأن هنالك أشياء كثيرة يمكن مناقشتها. لكن فيما يتعلق بمسألة لجنة الحوار ووضع فرضيات لجنة الحوار الآن أو فريق الحوار السياسي أمامه إحدى الخيارين. الخيار الأول أن يخ
يخرج بشكل واضح ويقول أن هذا الاتفاق هو ما تم التوصل إليه، اعتماده من قبل الأطراف الثلاثة المنبثقة عن هذا الاتفاق دون أي تسويف أو مماطلة أو ما إليه. الأمر الثاني أن يكون هنالك كذلك تحلي بشجاعة في حالة عدم الوصول أو عدم إقناع أو عدم اقتناع الطرف الذي يماطل ويعارض، فيكون الخيار هو الخروج بشكل واضح وصريح أن الحوار السياسي في صورة الحالية للأسف قد فشل، لأن طرح خيارات أخرى كما أسلفت ليست من اختصاصات لجنة الحوار. حقيقة الأمر لجنة الحوار تابعت صياغة هذا الاتفاق وشاركت فيه وحاولت الوصول إلى توافق بين كل الفرقاء وكل الأطراف، أكثر من ذلك لا توجد صلاحيات يمنحها الاتفاق لجنة الحوار عدا معالجة الخروقات الجسيمة التي أو إعلان عن وصول الانسداد في هذا الاتفاق فقط. طيب، ذكرت أن هناك نقاط مهمة في مسألة لجنة التوصيات وأنت ربما أحد أعضاء اللجنة، ما هي ربما أبرز هذه النقاط؟ قرأناها على عجالة تصرفت لوسائل التواصل، يعني أنتم كلجنة التواصل ما الذي ترون بما أكثر تأثيرا على الأمر؟ هو صراحة هذه الورقة سربت عن قصد لخلق جو من التوتر، وهي في واقع الأمر عبارة عن رؤوس أقلام للاستئناس بها ضمن فريق الحوار أو ضمن الحوار السياسي فقط، ليس الغرض ليس الهدف منها وقصد النشر، لأن في كثير من التفاصيل لم يتم التطرق إليها بل تمت مناقشتها شفويا. حقيقة الأمر أن هنالك، وهذا واقع، أن هنالك طرفا أو طرف في المعادلة يرفض رفض كامل مسألة المخرجات الحالية. المسألة ليست مسألة حكومة، ربما مسألة الحكومة هذه تكون في الظاهر، ولكن واقع الأمر هنالك رغبة حقيقية في إدخال تعديلات جوهرية قد تنسف المرتكز الذي وقعت عليه. تحدثون أيضا عن تغيير مجلس رئاسي ربما بشكل مجلس رئاسي لعودة المسند الرابع أن يكون من رئيس ونائبين وغيره. هذه ليست كما أسلفت سابقا ليست من صلاحيات ولا من اختصاص لجنة الحوار. لجنة الحوار وصلت إلى اتفاق في شهر ديسمبر، ما قبل هذا الاتفاق كله يعد مسوغ. فقصة الرجوع للرابعة وما إليها وقصة الرجوع إلى رئيس ونائبين، هذا الأمر كان مطروحا في شهر أكتوبر، ولكن بعد أكتوبر ومع إصرار بعض الأطراف، وأنا أستغرب أن رئيس مجلس النواب شخصيا أصر على أن يكون مجلس بصورته الحالية من 6 أعضاء، ونحن نعلم أن السيد علي القطراني تم طرحه بشكل فردي من رئيس مجلس النواب. طيب، حتى بقية حوار السياسي لم يشارك في عملية التزكية أو عملية المناقشة. وصلت فكرة. السيد زبير، هناك صفقات سياسية الآن تحدث حتى يتم إرضاء ربما عقيلة صالح ومجموعة من أعضاء مجلس النواب مقابل أن يتم تعديل الإعلان الدستوري، ونحن في حالة جمود، هل من المنطقي أن تكون هنالك مثل هكذا صفقات الآن في هذا الوقت الذي تعاني فيه البلد من كل الأزمات وهذا الانقسام وهذه الفوضى، وخصوصا أن من وقع اتفاق صخيرات يقول بأن الاتفاق سينهي الأزمة وسيخرجنا من كل هذه الحالة التي نعيشها؟ أنا أستغرب الذين وقعوا الاتفاق كانوا يقولون اتفاق وفاق وتوافق، وما زلنا إلى الآن نخوض في جلسات حوار. فإذا كان هناك اتفاق ووفاق حقيقي لم نصل إلى هذه المدة من الجلسات، ولم تبقى حتى من منذ 17 ديسمبر إلى الآن نعاني من هذه المشاكل. النقطة الثانية، القوة التي ضربت وحاولت بقوة ضرب المؤتمر وحكومة المؤتمر وعلى أنهم معرقلين للحوار، نراها الآن تنام وتترك الواجهة لمجلس النواب وحكومته يفعل ما يريد، ولا وجود لأي ردع ولا وجود لأي اتجاه. هددوا بالمحكمة الجناية الدولية، هددوا بالعديد من الأشياء، لم نراها الآن في سبيل الوصول إلى حل. أنا استمعت اليوم للعديد من النواب ومن النواب بنزلة الحوار، قالوا بأن فتح المسودة لا يمكن، حتى كوبلن لا يمكنه من ذلك، وإذا فتحت المسودة فهو الاتفاق، يعني إذا فتح فهو اعتبار انهيار للاتفاق، وهو متفقين اتفاق كامل على عدم فتحها ولا عدم الرجوع إلى أي نقطة أخرى. ولكن نرى أن كتلة تريد الرجوع إلى المسودة الرابعة وإلى رئيس ونائبين
هذا يجري في مخاض أننا سنعرقل نفسنا أيام وأيام وأيام، قد يكون لديهم برنامج يريدون الوصول إليه، وهذا أمر خطير آخر، وستدخل البلاد في فوضى. وكما تكلمت السيدة سهام في هذه النقطة التي ستخرج ثورة الجياع، ستخرب كل المخططات، وسيبقى الوطن بعد ذلك ازدياد تمزقا ويزداد صعوبة، والمشهد الليبي سيزداد تعقيدا. لابد من الاتجاه إلى الحل السليم بالجلوس الحقيقي والفعال من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة، لأن البلاد الآن تعاني. أشكرك سيد سامسون الكاتب السياسي، كنت معنا في هذه التغطية. أشكرك السيدة سهام السرقي وعضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا السيد عبد المنعم الفقيه وعضو مقاطعة لمجلس النواب. مشاهدينا، وصلنا ختام حلقة تغطية خاصة من العاصمة التونسية لمتابعة مجريات جلسة الحوار التي تمت اليوم. تصبحون على خير، حفظ الله ليبيا، إلى اللقاء.